أعزائي، يسعد صباحكم ومساءكم وكل أوقاتكم. أنا عصام منير وبرحب فيكم بقناتي على اليوتيوب أطبخ عصام منير أو عصام منير كيتشن. إذا كنتوا جداد على قناتي بتمنى عليكم تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا اللايك وكمان الشير، وكمان تفوتوا على الفيسبوك والإنستغرام عصام منير كيتشن وروابطهم موجودة في صندوق الوصف، وتعملوا لايك وفولو وشير عشان يكتر عندي وعندكم الخير. بحب ألفت نظركم أن كل مقادير الوصفات موجودة في صناديق الوصف لكل وصفة، واللي عنده أي استفسار أو سؤال بيقدر يتواصل معي عن طريق الكومنتس أو الفيسبوك والإنستغرام كمان. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة الشاكرية. الشاكرية أكلة كتير طيبة، مكوناتها بسيطة وقليلة، لكن طعمتها بتطلع بالنهاية كتير زاكية وكتير طيبة. منظرها بيشبه المنسف لكن هي تختلف كلياً. البصل مكون رئيسي وكتير من البصل، والرز بالشعرية أهم شيء، واللحم الخروف. خلينا نشوف مع بعض كيف نعمل الأكلة بكل سهولة ويسر. بالبداية في عنا السمنة تبعتنا، بنحطها في طنجرة وبنسخنها، بنسخنها كتير منيح، ما بنيها تقدح بس بنيها تسخن كتير منيح. بنحط البصل المقسم شرايح رفيعة وشرايح مش كتير طويلة، يعني البصل نقسمها لأربع أرباع عشان ما تكون شرحة البصل كتير طويلة. بنحطهم وبنضلنا نقلب فيهم ليدبلوا على آخر مع رشة ملح. أهم إشي يدبلوا كتير منيح وبصيروا بنص الكمية. شايفين محلاهم كيف هون دبلوا، صار لهم طعمة تختلف، حتى بأنه في بقلبهم كمان بتحسوا إنه في بقلبهم كمان سكر. بنزيح البصل على جنب في نفس الطنجرة وبنحط شقف اللحمة. شقف اللحمة بدنا نقليها على الطنجرة من كل الجهات عشان نعملها سيلين، يعني بدنا نسكر المسامات تبعتها عشان ما تنزلش ميتها وتصير طعمتها مش طيبة. بعد ما نقلبها على كل الشقة نخلطها مع البصل كتير منيح وندبلها شي 5 لـ10 دقايق مع بعض. هذا اللي شايفين انت ملزق بالقاعدة لونه بني، هذا احنا كتير بدنا اياه وكتير مهم، هذا هو اللي بده يعطي طعمة تختلف باللبن على اي لبن تاني. بنضيف مي مغلية على اللحمة مع البصل وبنتركهم يغلوا مع بعضهم، بنغطي الطنجرة بنتركهم يغلوا مع بعضهم لحد ما تستوي اللحمة على الاخر. لحمة الخروف ما بتاخد كتير وقت بالسوى، يعني شي ساعة لساعة ونص، بيعتمد على التقطيعة وعلى نوع اللحمة. خلال ما بتستوي اللحمة بدنا نسلم اللبن. سلمنا كتير مع بعض احنا اللبن بوصفات سابقة، بنحط لبن نشا ملح، بنخلطهم كتير مع بعض بدون ما نولع النار ليصير اللبن حريري وما نشوفش كلاكيع اللبن ولا نشوف النشا. بعد هيك نضبط النار ونضلنا نحرك في اللبن ليغلي. ممنوع نترك اللبن بدون تحريك، إذا تركناه بينحرق بصير طعمته مش طيبة، النشا بينزل للقاع وبلزق وبينحرق، عشان هيك لازم نضلنا نحرك فيه لحتى يغلي. يغلي اللبن نطفي عليه وشوفوا ما أحلى كيف بيغلي، شوفوا ما أحلى كيف فيك، مش فارط مش فاصل. مكون أساسي بهاي الأكلة هو اللبن، ما بيصير يكون عندنا فارط، إذا فارط كبوه وعمله بداله، لأنه اللبن الفارط ما بيعطي طعمة ولا قوام للشاكرية. هلا هون عندنا اللحمة استوت كتير منيح. شوفوا البصل تقريبا دايب، شوفوا لون المرقة، شوفوا قديش المرقة صار لها ريدكشن، يعني قديش قلت وصار كله هذا طعمة بصل مع طعمة مرقة لحمة. نضيف عليها اللبن، ما بدنا يكون في مرقة لحمة كتير وبصل كتير، لكن في خلال انتم بتسطوا اللحمة اذا لقيتوا المي كتير نقصت بتضيفوا كاسة كاسة، لكن بالنهاية بدنا هالقد الكمية تطلع ولا بصير اللبن عندنا كتير خفيف. بنضير اللبن عليها وبنحركه
مع بعض. الطعم اللي أنا أقولكم هنا كيف صارت خيالية، السمنة مع البصل مع مرقة اللحمة مع اللحمة مع اللبن، طعم كتير طيبة. بس يغلي اللبن نتركهم يغلوا مع بعض 5 دقايق عشان ياخذوا قطعه من بعض، ونضفي على اللبن. ممنوع نغلي اللبن والطنجره مسكره، نغلي اللبن والطنجره بدون غطاء، اذا حطينا الغطاء اللبن بفرط وبكزبر. بدنا نعمل عروس الطبخه اللي هو الرز بشعريه. اللبن باللحمه كان العريس وهلا العروس. الشعرية بنحط معها زيت نباتي أو سمنة زي ما احنا بنحب، وبنخلطهم كتير مع بعض، بنضل نحرك فيها، ممنوع نترك الشعرية ولا بتنحرق جزء منها وجزء منها بضل لونه أشقر. احنا بدنا نضل نحركها عشان تاخد لون غامق بني غامق، لأنه جزء من اللون راح يروح بالمرأة، لكن بدناش احنا كمان نخلي الشعرية تطلع فاتحة، عشان هيك بنغمقها بزيادة شوي عشان لما تغلي بضل لون فيها. بعد ما تغمق نقلي الشعرية ونضيف عليها البصل ونضيف عليها الرز ونحركهم كتير مع بعض لمدة 5 دقايق تقريبا، على بال ما نحس انه الرز بدأ يتقلب وينشف من المي اللي فيه. ونضيف عليها الملح، وبعدين نضيف عليهم المي اللي لازمة للرز. بنحرك كتير منيح، متأكد انه فيش اشي على الاطراف لا شعرية ولا رز عشان كله يستوي مع بعض تحت المية. بس تغلي نغطيها ونحطها على نار خفيفة كتير لمدة 3 ساعة قبل ما الرز يستوي. هذا احسن طريقة واسهل طريقة واضمن طريقة لتفلفل الرز بالشعرية. بس يستوي الرز بالشعرية واللبن عنا هون بكون اسمه خلص، هيك بتكون طبختنا جاهزة. السنوبر أنا بعتبره شيء أساسي، منقليه ونحطه بقلب اللبن أو على وجه الرز، لكن بقلب اللبن أنا بحسه بيعطي نكهة للبن وبيتوزع، بصير كل يأكل سنوبر مع الطبخة. أكل كتير طيبة، لبنها فيك، لحمتها مستوية، رزها مفلفل. استمتعوا، هيك طبقتنا بتكون خلصت. صحتين ألف عافية. إذا عجبكم عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل أكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولوواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.